يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا
فلا يتكلمون إلا ما أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا يا ليتني كنت
ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر الله أكبر. بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فتى.
ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك لا إله إلا الله والله أكبر ولله
مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الإجابة وخير النجاح وخير الثواب وخير العلم وخير العمل وخير المحيا وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا واغفر خطيئاتنا وتقبل صلاتنا وصالح أعمالنا اللهم
اللهم اجعلنا في هذا الشهر العظيم من المقبولين، ولا تجعلنا فيه برحمتك من المطرودين. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين. اللهم تقبل فيه صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا إليك يا رب العالمين. اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم ارحم فقيدتنا، اللهم اسكنها فسيح الجنات، اللهم شفع فينا القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم شفع فيها الحبيب المصطفى العدنان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، وألحقنا بها على خير يا كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أيها المستمع الكريم، والله لقد صدق القائل: زهى النور لما تجلت آية الهدى، وأبدت زهور السعد غدا مغردا، وسمعت أمة التوحيد اهتز قلبها، يردد أنغاما ولحنا مخلدا، ومست رياض الحسن تيها ونشوة، وصار لسان الحور ضرا منضدا، تغرد به رضوان في خير جنة، وجبريل من فوق السماء مرددا، وغنى به على حسن التلاوة بلبل، تعجب منه العندليب فغردا. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، كلنا جميعا كنا مع آيات الله، مع كتاب الله، مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده بالغدو والآصال. كلنا جميعا كنا مع قرآن محكم وقارئ متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرأ علينا هذا القرآن العظيم ذلكم العلم القرآني فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ محمد السجا، مدرس القراءات وعلوم القرآن بالأزهر الشريف، والحاصل على أول جمهورية في ليسانس القراءات وعلوم القرآن، والمقيم بمركز ومدينة الدرنجات محافظة البحيرة. أما بذلك عن أحدث مكبرات الصوت العالمية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني، ركبت تحت إدارة وإشراف الحاج عبودة صالح أبو عكارة المقيم بقرية أبو عكارة. حضرات السادة المعزين الكرام، شكر الله سعيكم جميعا، والبقاء لله وحده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.